فضيلة الشيخ، يقول السائل: أم زوجتي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي إليها رجاء أن تتوب وتلتزم بالصلاة علما؟ لا لا يجوز، إذا كانت لا تصلي مصرة على ترك الصلاة فهي كافرة ولا يصح صيامها، ولو صامت ما يصح حتى تحافظ على الصلاة. فإذا لم تتب إلى الله فاعتبرها كافرة وقاطعها ولا تحبها ولا تعطيها الزكاة، لأن الزكاة لا تحل لكافر إلا في مسألة التأليف، تأليف كافر، وهذا من صلاحيات الإمام، هو اللي يعطي الزكاة للمؤلفة قلوبهم، الإمام إمام المسلمين. على كل حال إذا كانت مصرة على ترك الصلاة فاعتبرها كافرة ولا تعطيها الزكاة، أما أنك تعطيها النفقة تنفق عليها فهذا واجب عليك ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة فنفقتها واجبة عليك والإحسان إليها واجب عليك، لكن مع بغضها وبغض ما هي عليه. نعم.